موت الدماغ. تحدث الوفاة الدماغية غالباً بسبب إصابات الرأس الشديدة الناتجة من حوادث السيارات أو توقف التروية الدموية للدماغ أو انقطاع الأكسجين كحالات الغرق، حيث يتوقف التنفس بعد موت الدماغ بسبب تلف مركز التنفس فيه، ولكن القلب في الغالب يستمر في النبض بحركة ذاتية قد تستغرق 20 دقيقة بالرغم من توقف الإشارات العصبية من المخ. حقيقة الموت الدماغي طبية: هو توقف وظائف الدماغ توقفاً تاماً، وقد اختلف أهل الاختصاص الطبي في هذا التوقف على رأيين. ألف: رأي المدرسة الأمريكية بأن موت الدماغ هو توقف جميع وظائف الدماغ، المخ، المخيخ، جذع الدماغ، توقفاً تاماً. ب: رأي المدرسة البريطانية بأن موت الدماغ هو توقف وظائف جذع الدماء فقط، توقفاً تاماً. هل الموت الدماغي هو موت حقيقي شرعا؟ الموت شرعا هو مفارقة الروح للبدن، وخروج الروح يعرف بالعلامات الحسية للموت، ولا يثبت إلا بعد تحقق العلم اليقيني به. لذا لا يعد الموت الدماغي موتا حقيقيا، ويعامل الميت دماغيا معاملة الأحياء للآتي: إن الأصل بقاء الروح، والموت الدماغي لا يعني خروج الروح. إن حال الميت دماغيا يدل في ظاهره على بقاء الحياة، فالقلب ينبض والدورة الدموية تعمل وغير ذلك من مظاهر الحياة. وقد صدر بهذا القول قرارات علمية، منها قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية.